السلام عليكم، معكم احمد شلتوت، قناة فيشنج اند هانتنج، اتعلم في الصيد. النهاردة احنا جايين هنا نصطاد على السمك بالبندقية. معانا البندقية ضغط الهواء، بندقية رش، ومعانا المثبت ده انا بثبت عليه، ومعايا ملقاف 5 متر تقريبا. يلا بينا كده. هي المطلوب منك ان انت تطلع بالراحة على المية، تلمح السمكة اللي انت عايز تضربها، تنشم في الراس قدر الامكان او في مكان قاتل بحيث السمكة تموت على طول ما تنزلش في المية، واللي معاك على طول في فريق العمل بيجي نازل باللقافه على طول، هتبقى انتوا الاثنين ايه مظبطين مع بعض. هنا زي ما انت كده بس. احنا هنثبت خالص، هيطلعوا تاني على وش الماء. واحدة كبيرة اهي ماشية لوحدها، شايف اللي بتعوم دي؟ اه كانت طالعين عكس معاك. شفت اللي طلعت وشها بره المية؟ اه ركز عليها. غطس هنشوف كده الضربه جت فين، هتلاقيها فين. فجت هنا على طول نامت على وش الميه. طب لو جت هنا هتغطس، ممكن ما تعرفش تطلع. يلا بسرعه اللقافه. عادي عادي، هو ماشي عادي. جت فين؟ حلو ده، الراس طلع عشان كده هو عام على وشه. الحجم ده عشان اطلعه بالطعم هيدوخ بالبندقيه في لحظه بتطلعها. انا هو وقف بس اثبت، اشتغل على اكبر من غطس كله. اطلع خليك زي ما انت. بص يا معلم، واحد مطلع بوصه كده حتى من راسه. شايفه شايفه. عايزك زوم اظبط عليه بقى من غير ورق شجر ولا بتاع. مش عارف هتعرفه ازاي اصلا. تجيب على انا ده كله طلع كله. طلع بوزه فوق. شفت اللي ماشي عكس ده؟ شايفه؟ مغير اهو، هيطلع وش. ركز معاه، اتصل تحت.
صغير اهو، في واحد كبير اهو. ما انا عايز بس واحد مسنود شويه. شايف الواحد اللي قدام ده اهو المسنود؟ شفت اللي طالع راسه؟ اه. واحد تحتيه، شايف اللي تحتيه؟ اه. اذا طلع راسه خليك عليه. كم واحد في الأول؟ تمام؟ نعمت نعمت. اه شايف فخلو؟ طلع طلع شايف. ما بيطلعوش ليه؟ ثابتين مكانهم. هيقوم على الاسم يعني. شوف الحلو الكبير اللي ورا ده.